طريقة التسجيل بالأكاديمية. زور موقعنا www.aast.edu. ندخل على صفحة الأدميشن من Apply Now. هذا بيتم إنشاء حساب جديد من خلال Create Account. يمكنك تغيير اللغة من أعلى الصفحة. بندخل تفاصيل الحساب كما هو موضح أمامنا. وفي حالة الإتمام بنجاح ستظهر لنا رسالة نجاح أو Success. بعدها بيوصل لنا إيميل خاص بتفعيل الحساب. بعد التفعيل بيعيدنا إلى الصفحة الرئيسية. منها بندخل إلى الحساب الذي تم تسجيله من خلال لوجين. نبدأ بملء التفاصيل ابتداء باختيار الفصل الدراسي، ثم استكمال ملء البيانات كما هو موضح أمامنا، والرجوع لتعديل في قائمة سابقة من الضغط على قائمة أعلى صفحة. من البيانات المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية، صورة من جواز السفر للمغتربين، صورة من شهادة الميلاد، وصورة من استمارة النجاح في الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات أجنبية. يرجى العلم أن الصيغة المقبولة لهذه الملفات هي PDF فقط. بعد استكمال البيانات بنجاح، بيتم إرسال البريد الإلكتروني في خلال 5 أيام، يشتمل على رقم التسجيل وحافظة الرسوم وحافظة الحجز. يمكنك دفع الحوافز إما عن طريق السداد الإلكتروني عن طريق موقعنا onlinepayment.aast.edu أو عن طريق طباعتها أو السداد في أي من فروع بنك QMB، وسيتم التواصل معك خلال أيام لاستكمال الإجراءات. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 19838 أو على واتساب 015 55 02 7224.